سعد العمر 35 سنة من سكنة الموصل منطقة جامع الكبير اللي هي منارة الحدباء المعروفة. حاب أعرفكم على قصتي. جاءنا خبر أنه أكو منظمة راح تبلش بالمنطقة القديمة بالذات. فنحن صراحة كنا مأيسين أنه ترجع البيوت، المناطق، الشوارع الهاي الوضعية، يعني كان الدمار هائل بشكل تام هائل. وجينا خبرونا المنظمة، قالوا بيتكم مشمول بالإعمار. قلنا خير إن شاء الله، يعني شوية خلونا أمل. بعد فترة يعني بلشت المنظمة برفع الأنقاض، بإزالة المخلفات، خلينا نقول الشغلات اللي تعيق بالأفرع، وشفنا الوضع تغير شوية. بدأوا بالأساسيات، خلينا نقول الخدمات، الكهرب، المياه، قامت توصل للشوارع، قامت توصل يعني للبيوت. بعدين نحن جينا شفنا الوضع غير شكل، يعني أكو تحسن، أكو شوية الحياة رجعت. فقمنا دحقنا أنه البيت بدأوا بلشون به، شفنا الشغل مالتهم والترتيب والهذا. قلنا راح نرجع، يعني كنا مأيسين أنه الرجعة ما نطيق نسكن بهكذا أجواء وهكذا منطقة، يعني كانت منتهية. جينا سكننا، وتعرف نحن الشغل ما عدنا، مكاناتنا بعيدة، فما نطيق يعني نرجع على القديمة وحنا شغلنا، يعني كنا شبه مقطعين عن العمل. فمن جينا هم يعني توفر لنا شغل مع اليونسكو اللي هي المنظمة من نعم، والحمد لله قعدنا واستقرينا. المنطقة شبه كانت ما بها أحد خالي، هسع بدت ترجع الأهالي. ظل عندنا الجامع، الجامع اللي هو هيبة المنطقة، راح يبلشون إن شاء الله بيه، يعني يكون بلشوا هم شغل بيه. وإن شاء الله إذا كمل مشروع الجامع الحياة راح ترجع إن شاء الله أفضل وأحسن من قبل.